الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بداية أشكر جزيل الشكر أستاذي وشيخي محمد المصلي على تفضله بقبول الإشراف على هذا العمل منذ أن كان فكرتان إلى أن صار وطوحة، كما أشكره على النصائح القيمة والتوجيهات العلمية السديدة التي بذلها إلي طوال إنجاز هذا البحث، فله مني جزيل الشكر والدعاء والصالح بالعافية والصحة والبركة في العلم والعمل. كما أشكر العلماء الفضلاء والدكاترة الأجلاء الذين قبلوا بقراءة هذا العمل من أجل تقويمه وتصحيحه، كل من الدكتور عبد القادر بيطار والدكتور عبد العزيز فارح والدكتور العلمي الذي كنت أتمنى أن يحضر معنا حتى أستفيد من علمه الرصين ومعرفته الأصيلة وموسوعيته الكبيرة وأتتلمذ على يديه حضوريا، ولكن تعذر عليه الحضور بسبب الظروف الصعبة التي فرضها هذا الوباء وعفانا الله منه جميعا، وسيبدي فضيلته ملاحظاته وتصحيحاته على المباشر إن شاء الله تعالى. فلكم مني جميعا أساتذتي الكرام جزيل الشكر والعرفان، وأسأل الله العلي القدير أن يجزيكم عني أحسن الجزاء وأن يثيبكم الثواب الجزيل، كما أشكر الفقيه الدكتور نور الدين قراط رئيس شعبة الذي تفضل مشكورا بمناقشة هذا العمل، وأغتنم هذه الفرصة لأترحم على والدي الكريمين اللذين ربياني وأرشداني إلى أحسن السبل وأفضل الطرق، وهو حفظ كتاب الله وتعلم علومه، فالله أسأل أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يجزيهما عني أحسن الجزاء. والشكر موصول لكل الأساتذة الذين درست على أيديهم بهذه الكلية المباركة، ولكل شيوخ الفضلاء، شيوخ في حفظ القرآن الكريم، وشيوخ في العلوم الشرعية بمدرسة البعث، وعلى رأسهم العلامة المفضل الفقيه الدكتور مصطفى بن حمزة. فإلى هؤلاء جميعا أجزي شكري وامتناني وعرفاني، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني أحسن الجزاء، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة والأخوات الذين شرفوا لي بحضورهم لمناقشة هذا العمل الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به. وأما الموضوع الذي اخترت البحث فيه فقد وسمته بالوقف العلمي دراسة فقهية مقاصدية، فقد أوضحت في بدايته أن الوقف العلمي منذ أن شرعه الإسلام ظل رافدا من روافد العلم وتركيزه ونشر المعرفة في الأمة واستمرارها، فمن خلال هذا الرافد العظيم استطاعت الأمة عبر تاريخها الطويل أن تثبت العلم وتركزه وتنشر المعرفة بكل صورها وأشكالها وتحارب الجهل وتقضي على آفة الأمية وأن تحقق ما يسمى اليوم بمجتمع المعرفة. والشواهد التاريخية على هذا كثيرة ومتعددة، ولعل قراءتنا للكتب التي كتبت في تاريخ الوقف العلمي عند المسلمين وفي الكتاتيب والمدارس والمعاهد والجامعات التي كان الوقف العلمي وراء إنشائها واستمرارها كافية في كشف هذه الحقيقة، وهي أن الوقف العلمي نهض بمهمة تثبيت العلم وتركيز المعرفة في الأمة الإسلامية عبر تاريخها العلمي الطويل. بل هذه التجربة الإسلامية العلمية الفريدة استفادت منها حتى المجتمعات الغربية والأمريكية بعد الاطلاع عليها ومعرفة آثارها العلمية ومقاصدها المعرفية، غير أن هذا الأمر لم يعد كذلك في الفترات الأخيرة من الحياة العلمية للأمة الإسلامية، حينما تغير مفهوم الوقف لديها لأسباب عديدة وعوامل كثيرة في مرحلة من مراحل تاريخها الطويل وإلى اليوم. فأصبح مفهوم الوقف لديها منحصرا فقط في حالات اجتماعية تقتصر على مواجهة الفقر والعوز أو تغطية وظائف دينية محددة، كتوفير الموارد المالية لأجور القيمين الدينيين والقائمين على المؤسسات الدينية عموما. وهذا ما يجعلنا أمام إشكالية محورية تحتاج إلى معالجة علمية أصيلة تصحح هذا الخطأ الذي وقعت فيه الأمة في مسألة مفهوم الوقف العلمي وترجعها إلى مسارها الصحيح. وإذا كان اهتمام الأمة الإسلامية بالوقف العلمي في عصورها المتقدمة يعكس اهتمامها بالعلم وشغوفها بالمعرفة وحبها للقراءة والتعلم وكرهها للجهل والأمية،
فإن ذلك الاهتمام مستمد ومستفاد من اهتمام الإسلام بالعلم ونشر المعرفة. واهتمام الإسلام بالعلم والمعرفة يتجلى في أمور كثيرة، منها أن الإسلام جعل خير الناس وأفضلهم منزلة عند الله رجلا تعلم القرآن، وفي رواية أخرى تعلم العلم فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كما جعل الإنفاق على طلب العلم والتعلم ونشر المعرفة من أعظم طرق الإنفاق في سبيل الله، بل إنه جعل من أعظم أنواع الجهاد بالمال في سبيل الله، بل إنه جعله من أعظم أنواع الجهاد بالمال في سبيل الله، وجعل المنفق على العلم مشاركا للعالم والمتعلم في الأجر مدى الحياة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله. فجعل صلى الله عليه وسلم العلم المنتفع به من الأعمال التي لا ينقطع ثوابها عن الإنسان بعد موته، ويقاس عليها الإنفاق على كل العلوم النافعة والمعارف البانية. لذلك كله احتل الوقف عموما والوقف العلمي خصوصا مكانة هامة في الإسلام ومنزلة عظيمة في تاريخ الأمة الإسلامية. وتكمن أهمية الوقف العلم في أمور كثيرة، منها أنه قربة من القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله لنفعه المتنوع وفوائده المتعددة وثماره العلمية التي يفيد بها الأمة. فخير خلق الله أكثرهم نفعا لعباده، بل إنه من أعظم القربات وأحسن الطاعات. ثانيا، أهمية العلم والمعرفة في رقي الأمم ونهضتها وتطويرها علميا وفكريا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وصناعيا وحضاريا. فإذا كان مفتاح الحضارة هو العلم، فإن الوقف العلمي سبب من الأسباب التي توجد الشروط المناسبة لطلب العلم وتحصيله وتطويره. ثالثا، إن الوقف العلمي يمثل مصدرا ماليا مستقلا ومستقرا ودائما للنفقة على التعليم والصرف على البحث العلمي وتطويره وإنشاء محاضره وحصونه التي تعنى به وبأهله من كتاتيب قرآنية ومدارس ومعاهد شرعية وجامعات ومراكز وغيرها من المؤسسات التي تهتم بتثبيت العلم ونشر المعرفة في الأمة. رابعا، إن الوقف العلمي يساعد على تحصيل العلم ويعين على نشره في الأمة، وهذا المقصد من المقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها. لذلك اهتم المسلمون به عبر عصورهم المتتالية، وحرصوا على اقتناء الكتاب ووقفه في المساجد والمدارس والمكتبات العامة، بل وفي كل الأماكن التي يظن فيها من يقرأ ويتعلم ويستفيد. خامسا، إن الوقف العلمي له آثار كبير وإسهام عظيم في بناء المؤسسات العلمية والمحاضر المعرفية التي تعنى بتعليم العلوم وصنوف المعرفة في مختلف الفنون والتخصصات. وكان من أثر ذلك وثمراته أن تخرج من هذه المؤسسات والمحاضن العلمية عدد كبير من العلماء والفقهاء والمفكرين والفلاسفة والأطباء والفلكيين. ولم تقف أهمية الوقف العلمي في نشر التعليم والتعلم عند علم معين، وإنما شمل كل العلوم النافعة والمفيدة للأمة كالعلوم الشرعية وعلوم الطب والصيدلة والفلك وغيرها من العلوم التي عرفت بها الحضارة الإسلامية وصارت من خصائصها ومميزاتها. سادسا، إن الوقف العلمي أفضل طريقة وأنجع وسيلة لاستمرار المؤسسات العلمية على اختلاف تخصصاتها في أداء رسالتها العلمية والتثقيفية والتربوية وحماية دين الأمة وعقيدتها وشريعتها ولغتها وأخلاقها وثقافتها وفكرها وهويتها من عملية الطمس والمحو. لقد تعرضت الأمة الإسلامية في ماضيها ولا تزال تتعرض إلى محن كثيرة مما جعلها تقع تحت سيطرة الاستعمار الغاشم الذي كان طمس هوية الأمة وإبعادها عن دينها هدفه الأساس وغايته الكبرى. فكان الذي حمى الأمة من عملية الطمس والمحو هذه هو الوقف العلمي الذي ضمن للمؤسسات العلمية وجودها العملي واستمرارها الفعلي في أداء رسالتها العلمية والحماية لما كان يتمتع به من الاستقلالية وهي من خصائصه ومميزاته. فلولا الوقف العلمي ما كان لبعض المؤسسات العلمية والجامعية الكبرى أن تستمر في عطائها العلمي ورسالتها التربوية والأخلاقية كجامع القرويين والأزهر والزيتون وغيرها من المؤسسات العلمية التي ظلت صامدة في وجه المستعمر ومقاومة لسياسته الجهنمية ومخططاته الخبيثة في طمس هوية الأمة والقضاء على دينها ومحاربة لغتها العربية وفصلها عن ثقافتها الإسلامية. بل لولا الوقف العلمي الذي شرعه الإسلام
لحكم كثيرة، وهذا منها ما وجدت هذه المؤسسات العلمية أو لتوقفت بتوقيف الموارد المالية، لكن لما أراد الله أن يظل كتابه محفوظا والأمة التي تؤمن به محفوظة والعلوم التي لا يفهم كتاب الله إلا بها محفوظة، فقد شرع الله لها من الأحكام الشرعية ومنها الوقف العلمي ما يضمن حفظها ووجودها واستمرارها في الأمة صاحبة الكتاب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا كانت الأهداف هي الباعث على اختيار البحوث والمواضيع، فإن هذا البحث توخى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها بيان الاهتمام المبكر للمسلمين بأهمية العلم ونشر المعرفة، إبراز سبق المسلمين إلى تأسيس مجتمع المعرفة من خلال الوقف العلمي، بيان أن الوقف العلمي تجل من تجليات اهتمام المسلمين بالمعرفة، بيان أن الوقف العلمي من الشواهد التاريخية التي تبرز أن الحضارة الإسلامية هي حضارة علم ومعرفة. لفت الانتباه إلى أهمية الوقف العلمي وضرورة إعادة الاعتبار إليه باعتباره طريقاً من طرق تثبيت المعرفة وتركيزها من جهة، وضمان استمرارها في المجتمع من جهة ثانية، حتى لا تبقى المؤسسات العلمية خاضعة لتقلبات الأوضاع الاقتصادية ومتأثرة بالأوضاع الاجتماعية. إبراز اهتمام الأمة الإسلامية بفكرة الوقف العلمي قبل غيرها من الأمم، إبراز سبق الأمة الإسلامية إلى فكرة وقف الكراسي العلمية الوقفية التي تعتبر صورة من صور الوقف العلمي، وعملاً حضارياً يجلي مدى اهتمام الأمة الإسلامية بالعلم والمعرفة. لفت الانتباه إلى أن هذا النوع من الوقف ظل منذ أن هدى الله إليه نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده مورد اقتصادي هاماً يتسم بالاستقلالية والاستمرار والاستقرار، ويعتبر الأساس في إنشاء المؤسسات التعليمية والبحثية ودعمها بكل أنواع الدعم، وإقامة المكتبات العامة والخاصة، ومساعدة طلاب العلم الشرعي وطلاب الدراسات المختلفة داخل البلاد وخارجها، وطلاب التخصصات الدقيقة والنادرة، وتقديم التمويل لأصحاب المشاريع العلمية النافعة لأصحابها ولأمتهم. حاجة أهل الخير والإحسان ممن يريدون أن يقفوا أموالهم قربة لله وطاعة له إلى معرفة وبيان المجالات التي تعتبر أكثر أهمية وأفضل ثوابا عند الله وأحسن خدمة للأمة، بيان أهمية وقف الكتب والمكتبات والكتاتيب والمعاهد الشرعية والمدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات العلمية وأثرها في التثقيف الديني والدنيوي وإيجاد مجتمع المعرفة والعلم، إبراز أهمية وقف النقود وأثرها في دعم المؤسسات العلمية والمراكز البحثية ونشر المعرفة وتقوية البحث العلمي وتطويره، إبراز التجربة التاريخية للأمة الإسلامية في الوقف العلمي التي كانت السبب في التقدم العلمي والمعرفي والحضاري للأمة، مما جعلها أمة يقتدى بها في هذا النوع من السلوك الحضاري. وقد تناولت هذا البحث وفق المناهج المقررة في البحوث الشرعية مع توثيق الشواهد وعزو الأقوال إلى قائلها والإشارة إلى مظانها من المصادر والمراجع، وقسمته إلى مقدمة وبابين وستة فصول واثني عشر مبحثا وتسعة وعشرين مطلبا وخاتمة. أما المقدمة فقد أوضحت فيها أهمية الوقف العلمي وأثره على حياة الأمة الدينية والعلمية والفكرية والثقافية والاجتماعية، وكيف أنه ظل عبر تاريخ الأمة الرافدة الثابتة لوجود العلم واستمرار المعرفة واستقلال العلماء فيها. وأما الباب الأول فقد تحدثت فيه عن مقدمة علمية تناولت فيها ما هي أهمية الوقف وأقوال الفقهاء في حكم مشروعيته وضوابطه وعن حكمه من حيث اللزوم وعدمه وعن أقسامه وعن اختلاف الفقهاء في مشروعيته وأركانه، كما تناولت فيه أقوال الفقهاء في وقف النقود وكيفية استقلالها في المجال العلمي من خلال طرق شرعية كالقرض الحسني والمضاربة والإبضاع وغيرها من الطرق الشرعية التي فصلت الكلام فيها لأهميتها وأثرها في نشر العلم والمعرفة. وأما الباب الثاني فقد تحدثت فيه عن ماهية الوقف العلمي وأدلة مشروعيته وعن مقاصده الشرعية وعن صوره وأشكاله وأثرها في تثبيت العلم ونشره وتركيز المعرفة وتطويرها، كما تناولت في مفهوم البحث العلمي وأساليب تمويله وتطويره عن طريق الوقف العلمي بصفة عامة والوقف العلمي بصفة خاصة والوقف المؤقت بصفة أخص الذي يعتبر خاصية من خصائص المذهب المالكي، كما تناولت فيه طرق وأساليب شرعية لتنمية النقود الموقوفة على تثبيت العلم ونشر المعرفة وتنشيط الفعل الثقافي
والمعرفة في الأمة. وقد خلص هذا البحث إلى نتائج لخصتها في الآتي: الوقف العلمي نوع من أنواع الوقف العام، وصور من صوره وصورة من صوره المتعددة، وهو من الأنواع التي لم يخصها الفقهاء القدماء بتعريف خاص، ولم يتحدثوا عنه بتفصيل كما تحدثوا عن وقف العقار والمنافع بتفصيل. ولكن من حيث الاعتبار المقاصدي فقد كان الوقف العلمي حاضرا ومراعا في فتاويهم الاجتماعية الاجتهادية، وهم يجيبون عن أسئلة تتعلق بحكم الشرع في وقف الكتب والمكتبات والعقار الذي يتخذ كتابا لتحفيظ القرآن أو مدرسة أو معهدا لتدريس العلوم الشرعية وغيرها من العلوم مما يساعد على فهم الكتاب والسنة. يستمد الوقف العلمي ومشروعيته من عمومات الكتاب والسنة الفعلية والتقريرية والإجماع والواقع التاريخي للأمة عبر تاريخها الطويل إلى يومنا هذا. أهمية الوقف العلمي من أهمية العلم ومكانته في الإسلام: فبالعلم يعبد الله تعالى، وبالعلم تعمر الأرض وتنهض الأمم وترتقي. اهتمام الأمة بالوقف بصفة عامة وبالوقف العلمي بصفة خاصة دليل على وعيها وإدراكها لعوامل النهضة والتحضر والتقدم. الوقف العلمي لم يكن محصورا في فئة خاصة، بل كان يشارك فيه المجتمع بمختلف فئاته ومكوناته، فقد شارك فيه الملوك والأمراء والعلماء وعامة الناس. الوقف العلمي ضرورة من الضرورات للأمة الإسلامية لسد حاجاتها الضرورية في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي وتطويره. من المقاصد التي شرع الوقف العلمي لتحقيقها مقصد المحافظة على الكليات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. للوقف العلمي صور وأشكال كثيرة، بعضها قديم وبعضها حديث، فمن القديم المسجد والكتاتيب والكتب والمكتبات، ومن الحديث المكتبات الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية والحواسب والسيارات والحافلات، بل كل وسيلة عصرية وقفت على سبيل العلم والمعرفة. الوقف العلمي له أثر في دعم الحركة العلمية وتطوير العلوم والمعارف وازدهارها واستمرار وجودها في الأمة وعدم انقطاعها. الطرق والأساليب التي ثبت بها الوقف العلمي العلوم بكل تشعباتها واختلاف فنونها وصنوفها وأشكالها كثيرة ومتعددة، ويمكن إرجاعها إلى طريقين كبيرين هما: أولاً المساجد والكتاتيب التي نشأت حولها وبجوارها، وثانيها الكراسي العلمية لتدريس كل العلوم النافعة والبانية والخادمة للكتاب والسنة. الكراسي العلمية التي تعتبر إبداعاً عظيماً وعملاً حضارياً وسبقاً إسلامياً، ثمرة من ثمرات الوقف العلمي المبارك. للكراسي العلمية أثر عظيم في المحافظة على هوية الأمة الحضارية وعقيدتها الإسلامية ولغتها العربية وشريعتها الحكيمة وثقافتها الشرعية وتراثها العريق بكل أبعاده الدينية ورمزيته الحضارية. ولذلك استمر العمل بهذه الكراسي العلمية في كل العالم الإسلامي وخاصة المغرب إلى يومنا هذا. الوقف العلمي لم يقتصر على الرجال فقط، بل أسهمت وشاركت فيه النساء بحظ وافر وقسط كبير، والأمثلة التي سقتها خير دليل على ذلك. لوقف الكتب والمكتبات أثر كبير ومتميز في نشر العلم النافع وتحصيل المعرفة الشرعية البانية والارتقاء بالعقل وتطوير البحث العلمي في الأمة. لذلك اهتم المسلمون في وقت مبكر بوقف الكتب والمكتبات، حتى صار من النادر أن تجد مدينة إسلامية ليس فيها مكتبة وقفية خاصة أو عامة، وهذا يعتبر تجليا من تجليات اهتمام الأمة الإسلامية بالعلم والمعرفة. المكتبات الإلكترونية الوقفية ضرورة لا غنى للباحث الجاد عنها اليوم. المكتبات الإلكترونية الوقفية على الشبكة العنكبوتية كثيرة ومتنوعة، لكنها تتمايز فيما بينها من حيث محتوياتها ونوعها وطرق البحث فيها. الوقف العلمي يعكس حب المسلمين للعلم وحرصهم على نشره بين الناس وتعظيمهم البالغ لأهله وطلابه، ويشكل وقف الكتب والمكتبات أهم أركان الوقف العلمي وأحد أعمدته، فهي الأساس الذي يقوم عليه التعليم وتحصيل المعرفة البانية بصفة عامة والعلم الشرعي بصفة خاصة. وما تزال هذه الكتب والمكتبات الموقوفة على العلم بحمد الله في الأمة تشهد نفس الحركة العلمية إلى يومنا هذا.
يعتبر الوقف العلمي المؤقت الذي تفرد بجوازه المالكية مصدراً أساساً في تثبيت العلم ونشر المعرفة وتمويل البحث العلمي وتطويره. يتنوع الوقف العلمي المؤقت الذي قال به المالكية إلى ثلاثة أنواع: وقف العقار، وقف المنافع، وقف النقود. الوقف العلمي المؤقت يشمل كل المنافع التي يمكن الاستفادة منها بما في ذلك الجهد البشري أو منفعة العمل، وذلك من خلال توجيه المنفعة نحو طائفة علمية كالطلبة الباحثين في العلوم الشرعية أو الباحثين في العلوم الاجتماعية أو السياسية أو غيرها من العلوم والفنون مما يمكن أن تنتفع به الأمة ويسهم في تقدمها العلمي والحضاري. وقف النقود يتحقق به غرض الواقف ومصلحة الموقوف عليه ومقصود الشارع. وجوب استثمار أموال الوقف العلمي شرعاً حتى يستمر نفعها ويكثر ويعم، وذلك عن طريق الأساليب التي شرعها الإسلام والتي منها ما اصطلح عليه بالمعاملات البديلة أو الشرعية، والتي من شأنها تنمية المال واستثماره حتى ينتفع بأكبر عدد ممكن من الناس المحتاجين إليه. وقد ختمت هذا البحث بتوصيات، منها التحسيس بأهمية الوقف بصفة عامة والوقف العلمي بصفة خاصة، وبيان منافعه المترتبة عنه، وذلك من خلال الخطب ودروس الوعظ والإرشاد والدروس والمحاضرات والندوات العلمية ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكل الوسائل التي تحث على عمل الخير وفعل الصلاح والإنفاق على طلبة العلم والمؤسسات العلمية المختلفة، تشجيع الدراسات والبحوث العلمية التي تهتم بالوقف العلمي وتعنى بتأصيله والتعريف بمصطلحاته وتطبيقاته وتبين تاريخه وتذكر مؤسساته العلمية وأثره الكبير على الحياة العلمية للأفراد والمجتمع والأمة كلها، توعية الواقفين من المحسنين وإرشادهم وتحسيسهم بأهمية الوقف على التعليم ونشر المعرفة والاستثمار فيه وأثر ذلك على المؤسسات العلمية والاقتصادية للأمة، بيان وتوضيح المجالات العلمية التي يمكن أن يسهم فيها الوقف العلمي، وذلك من خلال بيان أولويات البحث العلمي وتطوير التعليم في الأمة، تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية تناقش قضايا الوقف العلمي وكيفية تفعيله في الأمة، وتوعية المجتمع بأهميته وضرورته في تطوير التعليم وجعله تعليماً يواكب قضايا العصر ومستجداته، إدخال الوقف بصفة عامة والوقف العلمي بصفة خاصة كمادة ضمن المقررات الدراسية ليتم اعتماده وتدريسه للناشئة في المدارس والمعاهد والجامعات ليعرفوا أحكامه ومقاصده وأثاره العلمية على الأمة كلها. الوقف على المستلزمات العلمية والبحثية للجامعات والمراكز العلمية دعماً للباحثين الجادين من أجل تثبيت العلم وتعزيز المعرفة ونشر الثقافة البانية وتقريبها وتبسيطها وتمكين القارئين والمثقفين منها. الوقف على طباعة الكتب والرسائل العلمية الوازنة والهادفة وترجمتها إلى لغات أخرى، تنظيم أيام دراسية تحسيسية على مستوى المعاهد والمدارس والجامعات لبيان وتوضيح أهمية المكتبات الإلكترونية الوقفية، تنظيم دورات تدريبية توضح كيفية المساهمة والمشاركة في المكتبات الإلكترونية الوقفية. وفي الختام أجدد الشكر الجزيل للفقيه الدكتور محمد المصلح على إشرافه على هذا العمل، وللدكاترة الفضلاء الذين سيتولون إغناءه بالمناقشة وإثراءه بالملاحظات والاقتراحات قصد تصويبه وتصحيحه وتسديده، وسأعمل بإذن الله تعالى على أخذ كل الاقتراحات والملاحظات وإضافتها إلى البحث حتى يكتمل ويستوي. وحسبي في هذا العمل أنني ما ادخرت جهد في أن يكون على النحو الذي هو بين أيديكم، فما كان فيه من صواب فهو بتوفيق من الله، وما كان فيه من تقصير فهو من نفسي ومن الشيطان، والكمال لله وحده، والله من وراء القصد، والحمد لله رب العالمين.